وهو ما قالكش عاوز يخش كليه ايه؟ انا اصلي ما بسالش. طيب ما راحش كتب الرغبات بتاعته؟ مش فاهم. ما هو لازم الاول يروح مكتب تنسيق. مكتب ايه؟ مكتب تنسيق يعني الجهه اللي بتوزع الطلبه على الكليات. هناك بيدوا له استماره بيكتب فيها اسماء الكليات اللي عاوز يخشها. ليه؟ هو هيخش كام كليه؟ كليه واحده حاج، بس مكتب التنسيق بيوزعها حسب المجموع بتاعه. هو اخته قالت لي انه جايب درجات كبيره قوي. خير وبركه، يبقى ده ان شاء الله يساعده انه يخش للطب للهندسه. لا لا فهيم، هو حر، حر يخش الكليه اللي هو عايزها. اصل انا اتفقت معاه يدرس زي ما هو عايز لحد ما يشبع ويزهق ويقول كفايه علامه، عشان ابقى خلصت ذمتي. اللي انا عملته ده غلط. هو ده عين العقل، بس بيني وبينك يا حاج انا نفسي انه يخش الهندسه. اشمعنى الهندسه؟ ساعتها هيبقى مهندس وفاهم ويشيل عنك حبل المصنع. يا ريت يا فهيم، يا ريت. بس مش جايز الواد يكون مش غاوي. شو بقى حاج، انت ابوه ولازم تفهمه عن مصلحته. مش عايز افرض عليه يا فهيم، لاني لو فرضت عليه مش هيقدر يشيل، ولو شال غصب عنه هيقع، وساعتها هيقول لي انت اللي وقعتني. ماما جواب لعبد الوهاب. ايوه يا بنت، تفتحي احسن يزعل، شكله كده من التنسيق. فين الجواب؟ هفتحه. طب اياك تفتحيه. اديله يا بنت الجواب. طب هديك الجواب بس على شرط تفتحه قدامنا. بلاش بواخ. شفتي؟ هو خاف يفتح الجواب قدامي. روحي شوفي بقى دخل كليه ايه. انتي مالك انتي وماله؟ هو يعمل اللي هو عايزه، هو صبي. انتي صبي، ده نصيبه ايه دي؟ طمني، عملت ايه؟ الحمد لله يا ماما، دخلت كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. بسم الله عليك يا حبيبي، دخلوا كليه النبوه واحده. شفت بركه دعامك يا عبد الوهاب. يا ماما يا ماما، دي كليه واحده اسمها كده، الاقتصاد والعلوم السياسيه. طب طمني، اللي هي الاقزازات دي هي الكليه اللي انت كنت عايزها؟ يا ماما الاقتصاد. يا اخويا الاقزازات الاقزازات، المهم يعني الحمد لله الف بركه انك نجحت. الله يبارك فيك. ازاي بقى؟ دي كليه كبيره ومستقبلها عظيم، ودي هيطلع منها ايه بقى؟ ممكن يشتغل في المجال الاقتصادي او ملحق دبلوماسي في وزاره الخارجيه. وده بقى بيعمل ايه بالظبط اللي انت قلت عليه ده؟ الملحق الدبلوماسي دي اول درجه في الوظيفه في وزاره الخارجيه، يفضل يترقى لغايه ما يبقى سفير او وزير خارجيه. يا عم مالنا احنا، امال السياسه؟ احنا ناس بتوع شغل. ازاي يا عبد الغفور؟ السياسه سلطه وقبها برضه. شوف انت بقى لما ابنك يبقى سفير. ربنا يدينا طول العمر. الايام بتفوت بسرعه يا غفور، مين كان يصدق ان انا ابقى جد وانا لسه في عز شباب؟ عز عز شبابك اطلع من دول يا راجل يا عجوز، ده احنا دافنينه سوا. الشباب شباب القلب يا عبد الغفور، منها لله معجب بنتي، كان لازم يعني تخلف اول ما تتجوز. ربنا يخليك ليهم ويخليهم لك. اخبار الباشمهندس ايه؟ ابراهيم السنه دي في البكالوريوس. وناوي تجيبه ويشتغل معاك هنا؟ مش عارف الواد ده ماله، مش عاجبه اي حاجه، كل يوم يفكر في مشروع. وماله؟ سيبه يفكر.